ونجحت الصين في إطلاق الأقمار الصناعية البحرية الثلاثة 04 و05 و06 من مشروع جيلين واحد على متن صاروخ الحامل لونج مارش 6 في مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية عند الساعة الواحدة إلى 10 دقائق بعد ظهور اليوم الثلاثاء، حيث حققت نجاحا كبيرا وكاميرا بعد أن دخلت الأقمار الصناعية مدارها المخطط. هذه هي المرة الثالثة لإطلاق مشروع الأقمار الصناعية جيلين واحد الذي يتكون مما يزيد عن 60 قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد، ويوفر بيانات الاستشعار عن بعد وخدمات المنتجات أساسا للدوائر الحكومية والمستخدمين الصناعيين. وتم تحسين أداء نظام الكاميرا وفقا لطلب السوق التجارية، حيث ستتحسن قدراتها لمراقبة الكواكب تدريجيا وتعزيز صناعة الاستشعار عن بعد وكذلك التسويق التجاري. يذكر أن الصاروخ الحامل لونج مارش 6 هو الجيل الجديد من الصاروخ ذي المحرك بالوقود السائل والمصنوع من شركة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية، وهذه هي المرة الثانية لرحلته والمرة 255 لرحلة سلسلة صاروخ لونج مارش.